فأردت في هذا الدرس أن أبدأ موضوع متعلق بالموت، لكن لا يقولن أحدكم لما التشاؤم؟ الأغبياء يتغنون بالماضي دائما، والأقل غباء يعيشون الحاضر، أما العقلاء الأذكياء العباقرة يعيشون المستقبل، فالذي يعيش المستقبل هو العاقل، والذي يعيش الماضي هو الذي يجتر ذاته، والذي يعيش الحاضر بين بين. لذلك الدول المتقدمة بالمفهوم الحضاري دائما تخطط لسنوات مستقبلية، والدول الأخرى تواجه الأحداث، والدول النائمة أو النامية تتغنى بالماضي. فالتغني بالماضي لا يقدم ولا يؤخر، وأن تواجه الأحداث أولا بأول. المبادرة بيد الأعداء، يحدثون فعلا أنت ترد على هذا الفعل، تنجح أو لا تنجح. أما البطولة أن تعيش المستقبل، تبقى على مستوى فردي، كل واحد له حياة شخصية. إذا قلنا لأحد الإخوة الكرام يجب أن تعيش المستقبل، ما هو أخطر حدث في المستقبل؟ مغادرة الدنيا. إلى أين؟ الإنسان بيسافر بيرجع، بيعمل نزهة بيعود للبيت، بيقوم بمهمة ثم ينام في البيت، يأتي بعد شهر بعد سنة، يذهب لبلد بعيد يقيم شهر شهرين سنة سنتين ثم يعود. أما هذه الرحلة التي لا عودة منها إلى أين؟ وماذا فيها؟ وما العملة الرائجة في هذه الرحلة؟ أنا أعتقد أن هذا ليس من باب التشاؤم، وليس من باب السوداوية، وليس من باب أن تعيش في جو مأساوي، لا أبدا. الموت مصير كل حي، الموت نهاية كل إنسان، الموت لا بد من أن نتجرع كأسه شئنا أم أبينا، ولم يعث من هذا التجرع نبي مرسل ولا سيد الخلق ولا ملك عظيم ولا غني كبير ولا طبيب ماهر. الموت مصير كل حي، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. قبل شهر تقريبا لنا أخ كريم وله أب أنا أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، اشترى قبر قبل عام تقريبا، كل خميس يذهب إلى هذا القبر، قبل أسبوعين من وفاته نزل إلى القبر وجاب حمل مزار مده، قال أريح لي، وبعد أسبوعين كان نزيل هذا القبر. أحد العلماء الأجلاء وأنا أحترمهم جدا اشترى قبر قبل 5 سنوات، وكل خميس يزور القبر، وعلى الشاهدة مكتوب اسم هذا العالم، يا ابني هون مصيرنا. ثم دخل القبر ولقي عمله الطيب، فالقبر صندوق العمل. فالتفكر بالموت لا علاقة له بالتشاؤم أبدا ولا بالسوداوية، هذا كلام الجهلة. هذا الحدث الذي لا بد منه شئنا أم أبينا، وما له قاعدة، يخطف الإنسان فجأة، وبأي عمر؟ بالثلاثينات في موت، بالعشرينات، بالأربعينات، بالخمسينات. الموت ليس له قاعدة إطلاقا، قاعدته الوحيدة أنه ليس له قاعدة. طيب، الشيء الذي تستعد له لا تفاجأ به، الشيء الذي تستعد له دائما وتفكر فيه دائما لا تفاجأ به، بل أنت قد أخذت احتياطات بالغة
تصور طالب مجد لحظة الامتحان لم تغادر ذهنه طوال العام الدراسي، فحينما يأتي يوم 5 حزيران ويدخل إلى قاعة الامتحان وتوزع الأسئلة، الكتاب قرأه مرات ومرات وحفظه وحلله وفهمه وأجاب عن أسئلته واستوعبه، تراه في هذه الساعات الثلاث في أسعد لحظات حياته، لأنه يقطف ثمار عام بأكمله. وصدقوني أيها الإخوة ولا أبالغ، المؤمن حينما يدنو أجله في أسعد لحظات حياته، لأنه في هذه الساعة يقطف عبادته كلها، يقطف ثمن عبادته كلها، كل حياته، صلواته، ذكره، استقامته، ضبط جوارحه، ضبط أعضاؤه، ضبط دخله، ضبط بيته، تربية أولاده، دعوته إلى الله، تششمه التعب في سبيل الله، انتهى التعب وجاء الإكرام، انتهى التكليف وجاء التشريف، انتهى العمل وجاء الجزاء، انتهى الكدح وجاء التكريم، انتهى السعي وجاء لهم ما يشاءون. فالنظرة السوداوية للموت ينبغي ألا تكون في حياة المؤمنين. مرحبا بالموت كما قال بعض أصحاب رسول الله. والكلمة المشهورة جدا التي تعرفونها، كان قادة المسلمون يقولون لأعدائهم: جئناك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. لكن والله الذي لا إله إلا هو، لو كان الإنسان شاردا أو عاصيا أو بعيدا، والله الموت ينخلع له قلبه، شيء مخيف. أنا سألت طبيب، يعني عمله في القلب، يعني صف لي بعض حالات النزع، خوف أحيانا يلدم جبهته، أحيانا يصرخ بويله، شيء. أنا أعبر عن هذا أنه أحيانا الإنسان عند الموت يأتيه ألم ينسيه كل متع الدنيا، يقول لم أرى خيرا قط. وأحيانا يأتي الموت كعرس للمؤمن، كتحفة للمؤمن. موضوع الموت طويل، لكن يعني الذي أراه إن شاء الله من حين لآخر نعالج بعض موضوعاته المتسلسلة، له موضوعات كثيرة، لكن طبعا الموضوع يبدأ في الدنيا. مثلا النهي عن تمني الموت، هذا أول موضوع، النهي عن تمني الموت. الموضوع الثاني: خيركم من طال عمره وحسن عمله. موضوع متوازن جدا. فالموضوع الموت في مئات بل بضع عشرات الموضوعات. طبعا في هذه الأسابيع إن شاء الله إذا أكرمنا الله أحيانا نعالج بعضها. يعني قصة ذكرتها لكم كثيرا بس مفيدة الآن. لي صديق، أو هو صديق أحد أقربائي، مدرس لامع ذكي، يعني حياته منضبطة، جالس مع أصدقائه في سهرة ممتعة، فهو ذا دعابة أو ذو دعابة، قال له أنا مطول لموت. هيك. ليش؟ طبعا سؤال العرض يعني مثير. السبب، وكان إجابته منطقية جدا، قال له أنا وزني خفيف، أكلي قليل، بمشي، ما بدخن، ما بحملها، يعني ما بحمل هموم. وفعلا كلامه علمي، هي كلها أسباب الموت. الشدة النفسية أحد أسباب الموت، يعني الوزن الزايد أحد أسباب الموت الكبيرة. مثلا الصدمات، مثلا الدخان، ما بيدخن. السهرة كانت يوم السبت في أحد أحياء ركن الدين، السبت الثاني كان تحت التراب، هو نفسه، ما في قاعدة. الموت ما له قاعدة إطلاقا. أحد إخواننا الكرام قال لي: أنا ولدت بأحد أحياء دمشق المتواضعة، نحن فقراء، فكل أسرة لها غرفة واحدة،
قال لي أنا وأهلي بغرفة، الغرفة الثانية غرفة بيت عمي، بيننا طبلة يعني حيط بالتعبير القديم. زوجة عمه أصيبت بمرض عضال، جاء الطبيب وأخطرها انتهت. قال لي والله الذي لا إله إلا هو، يعني قال لنا اكتبوا النعوة واستعدوا للموت. ثم تحسنت تحسنا طفيفا شيئا فشيئا فشيئا. قال لي ثم شفاها الله عز وجل. قال لي أنا يوم قال الطبيب اكتبوا النعوة ولدت، ولد في الغرفة الثانية، ولادته كانت تقريبا في ساعة واحدة تشابه أو تساوي الساعة التي قال فيها الطبيب اكتبوا النعوة. قال لي دخلت كبرت 7 سنوات، دخلت المدرسة وبعدين خرجت من المدرسة وحليت محل والدي بالعمل التجاري، بعدين بعنا البيت أخذنا بيت ثاني. قال لي انتقلت من بيت لبيت، آخر بيت في أحد أحياء دمشق الجيدة. قال لي جاءتني امرأة عمي التي قال الطبيب اكتبوا نعوتها بعد 45 عاما، وزارتني في البيت. هي أطول مسافة سمعتها بعد قول الطبيب اكتبوا النعوة 45 سنة. لي صديق أيضا أصيب بمرض وقال الطبيب سلموا الغرفة بالمستشفى، سلموها انتهى. وكتب أخوه نعوته، أنا كان بيتي بالعفيف وفي درس الفجر، قلت هلأ أقرأ النعوة على الجدران، يعني كنت أبحث عن النعوة أنه قبل أن أنام قيل لي انتهى، والغرفة سلموها والطبيب قال انتهى واكتبوا النعوة، وأحد إخوته كتب النعوة. لم أرى النعوة صباح، قال تحسن تحسن طفيف وعاش يمكن 7 سنوات، واللي كتب النعوة مات قبله، مات قبله، ما في قاعدة أبدا. قصص كثيرة. على كل نحن في عنا حدث بالمستقبل لا نعلم متى يأتي، والصحة ما لها علاقة، قد يأخذ الموت إنسان في أعلى درجات الصحة وقد يبقى الإنسان طريح الفراش مشلولا 30 سنة، 30 سنة الفراش، ويتمنى أقرب الناس إليه أن يموت. لذلك واحد دعا دعاء إنه اللهم من أراد بي سوءا، دعا دعاء طويل، فأصبه بشلل في يديه وعمى في عينيه وسرطان في دمه حتى يتمنى الموت فلا يجده. أحيانا الموت من رحمة الله الكبرى. قال لي أخ، قال لي والدي نربطها من أيديها ومن أرجلها على الديوان، لماذا؟ قال لو أطلقت يداها لأكلت غائطها وخلعت كل ثيابها. قال لي صرنا 12 سنة مربوطة مضجعة على ديوان، يداها مربوطتان ورجلاها مربوطتان، فلو أطلقتا لأكلت غائطها وخلعت كل ثيابها. الموت رحمة لها المرأة هي. لذلك اقرأوا الآية الكريمة، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومرة قلت لكم قصة مشهورة كثير أعيدها كثيرا لأنها مؤثرة. كنت بثانوية وفي عندي ساعة فراغ، دخلت إلى غرفة مدير الثانوية، يعني صار في حديثك ودي، في يشكو أشياء كثيرة. قال لي أنا قررت أسافر إلى الجزائر، كان في نظام الإعارة للمدرسين، قال لي بغيب 5 سنوات، بعد لي ولن آتي إلى الشام في الصيفيات الأربعة، قال لي بقضي صيفية بفرنسا، واحدة بإيطاليا، والثالثة بإنجلترا وإسبانيا، أذكر 4 بلاد ذكرهم. قال لي خلال هذه الأشهر أتملى من متاحفها ومن بيئتها الريفية ومن معالمها ومن حضارتها وأمتزج بأهلها، أريد أن أطلع على هؤلاء القوم كيف يعيشون. قال لي أعود إلى الشام بعد 5 سنوات أشتري محل تجاري،
أبيع به التحف. قال لي التحف ما لها أشكالات، لا تفسد وما لها تسعير مع التموين، وأجعل من هذا المحل منتدى فكري لأصدقائي، أولادي يتسلمون هذا المحل. وكمان تابع، ما أتذكر شو حكى، حكى يعني مشروع لعشرين ثلاثين سنة قادمة. والله أنا ضيفني كاسة شاي وانصرفت من عنده إلى صفي، وذهبت إلى البيت ظهرا وعدت مساء بعمل آخر، وأنا في طريقي إلى البيت مساء والله الذي لا إله إلا هو رأيت نعوته على الجدران في اليوم نفسه. في اليوم نفسه لقائي معه الساعة 11 مساء الساعة 7 رأيت نعوته على الجدران. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فهذا الحدث، هذا الضيف الذي يأتي فجأة ولن يغير موقفه، تترجى لفها هلأ شوي، نترجاك هلأ شي سنة تانية لنصبها السقف، بس لنبيع البيوت، البضاعة معلقانة نخلصها من الجمرك، ما في شرف. فهذا الموت خطير جدا، يمكن ما في حدث أخطر منه إطلاق. والدليل الله عز وجل قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بدأ بالموت. والموت مشكلته لا يذكر فيه كثير إلا قل له، يعني أكبر حجم مالي تخسره بثانية واحدة، وقف القلب، شوف لك أملاك منقولة وغير منقولة ليست لك، لك خزانة خاصة بالبيت فيها منتق أشياء ثمينة، قدمت لك هدايا ثمينة في حياتك، تفتح الخزانة، لك مركبة تعتني بها لا يركبها أحد سواك، تؤخذ مفاتيحها وتركب من قبل أولادك، وانتهى الأمر، كله انتهى، لا تملك شيئا. والكفن ما في جيوب، ما في جيبة فيها شكات كفن ولا جيبة، وبعدين خام أسمر، حوينته الأبيض خام أسمر يكون بدلته حق 80,000، يلفوه بقماش بعشرين ليرة خلاص. هذا هو الموت، الموت خطير جدا، مغادرة بلا عودة. هلأ ببعض البلاد، البلاد العربية اللي فيها نفط والناس يتهافتون على الإقامة فيها، في عبارة إذا كتبت على الجواز يمكن يصير معه جلطة بيوقف قلبه فورا، إذا كتبوا له مغادرة بلا عودة، معه إقامة يعطوه مغادرة مع العودة ما في مشكلة بيزور أهله. أما لو كتب على الجواز مغادرة بلا عودة بينخلع قلبه. وهذه العبارة سوف تكتب على جوازاتنا جميعا عند الموت، مغادرة بلا عودة. ومن يسأل عن الميت ليش ما إجا الساعة 12، ما بقى يرجع خلاص، سمعت بيت مات ميت ودفنوه العصر والساعة 12 تفقدوا ليش هلا ما إجا، تأخر، مو عادته، هي مو عادته، ما عاد يرجع إطلاقا، انتهى نهائيا، حتى بيصرفوا كل حاجاته حتى ما يتذكروا. يعني حسبها كيف ما حسبتها، بدلاته أحذيته كله بيصرفوه من البيت حتى ما يتذكروا. هذا الوضع. فلذلك موضوع الموت خطير. بيقول أيام شاب، أنا أول حياتي والله الموت لا يعرف شابا ولا شيخا ولا صحيحا ولا مريضا ولا قويا ولا ضعيفا، وسبحان من قهر عباده بالموت، سبحان من قهر عباده بالموت. هذا الموضوع خطير ومهم ولصيق بأي إنسان. يعني تحكي عن الزكاة محمد، والله موضوع رائع، بس أنا ما لي علاقة بالموضوع، ما في، ما معي شيء، دبساتي امرأة. الموضوع دقيق وعميق وفي أدلة، بس ما لك علاقة فيه، أنت فقير، الزكاة ما لك علاقة فيها. يعني تحكي عن الحج، الفقير ما له، ليس عليه حج. أكثر الموضوعات بتمس أناس دون أناس، إلا الموت هذا ما بيقدر وعيك أنا لي علاقة، ما في إنسان يقول لك أنا لا علاقة لي بهذا الموضوع، هذا مصير كل إنسان. ذهبت إلى أمريكا قبل أشهر، لفت نظري مقبرة، وهناك في موت كمان، أنا محسب ما في موت هناك،
فلك ما في موت هيك، قد ما كنت ببحبوحة وبغنى برفاء في مقبرة، والإنسان مصيره إلى ما تحت الثرى. أول موضوع في الموت النهي عن تمني الموت، هذا الأدب مع الله عز وجل. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا أكمل دعاء. أحيانا الحياة تزيدك خيرا، يا ربي أحيني، وأحيانا الموت يزيد الإنسان شرا، يا رب توفني. هذا أول حديث أخرجه الشيخان متفق عليه. الحديث الثاني أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، أنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا. المؤمن كلما عاش يوما ازداد فيه عملا صالحا. إذن ممنوع على المؤمن أن يتمنى الموت. هي الله يقصف عمره، الدعوات كلها غير شرعية هي. بس إذا واحد دعا نفسه راح يقول آمين، مو حلوة يعني. إذا واحد دعا نفسه بقصفان العمر يقول آمين الثاني، هي غير لائقة. وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. المحسن يزداد إحسانا، والمسيء يستعتب يتوب يعني. فما دام في وقت، الوقت فرصة للتوبة. في آية دقيقة جدا: فاستبقوا الخيرات. ها، ولكل وجهة، شوف الآية، ولكل وجهة هو موليها. جيد، يعني أنت مخير، هذه الوجهة من اختيارك، من صنعك، من تصميمك، ولكل وجهة هو موليها. الأمر فاستبقوا الخيرات، يعني أنت في وقت محدود وتتمتع بهذا الاختيار الذي هو سبب سعادتك. فت لمحل مجوهرات قال لك صاحب المحل تفضل نقي، فرصة في ألماسة حق 150 مليون دولار، قال لك نقي. كونه سمح لك تختار أعطاك فرصة كبيرة جدا لأخذ أثمن ما في هذا المحل، أليس كذلك؟ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أنت في زمن محدود، أنت بضعة أيام، منحت حرية الاختيار، أكمل موقف أن تستبق الخيرات. هلأ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، في أي مكان تكون وفي أي مكانة تكون، في أي مكان وفي أي مكانة. لا تأمني الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومفترس، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. في أي مكان، يعني في رواية طريفة هي أنه بعهد سيدنا سليمان رجل جالس عنده وملك الموت عنده، فملك الموت حدق فيه النظر مليا، فهذا الرجل قال له: من هذا الذي يحدق فيه؟ قال له: هذا ملك الموت. فانخلع قلبه
قال له أرجوك خذني إلى طرف الدنيا الآخر. فهي القصة رمزية، سيدنا سليمان أوتي بساط الريح، نعم، سخرت له الريح فنقله إلى الهند إلى أقصى مكان. بعد يومين مات هناك. فالتقى هذا النبي الكريم بملك الموت، قال له لماذا كنت تحدق النظر فيه؟ قال له معي أمر بقبض روحي في الهند، رأيته عندك فاستغربت. معه أمر بقبض روحه في الهند بعد يومين، رأى عنده ما بيلحق يصل لهنيك. نعم، إذا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، بأي مكان وبأي مكانة. رواد الفضاء بمركبة المتحدي شلنجر بعد 70 ثانية كانت هذه المركبة لهب، كتلة من اللهب بمكان عالي جدا. طبعا الصاروخ اللي بيخرق الجاذبية أعلى سرعة صنع الإنسان، وهو فوق أصبح أشلاء. فلذلك أول موضوع في الموت ممنوع تمني الموت. وفي حديث آخر لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره حتى يرزقه الله الإنابة. الوقت فرصة، فرصة للتوبة. والشيخان أيضا البخاري ومسلم أخرجا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس أنه قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى الموت تمنينا، لكن في نهي أن تتمنى الموت. الإنسان أحيانا بيتوب، بيكون مدمن خمر بيتوب، بيكون منحرف انحراف شديد بيتوب، فالتوبة وقعت في زمن، معنى الزمن خير. لو مات على هذه الحالة لكان إلى جهنم. قلت لكم قبل أسابيع أن سيدنا عمرو بن العاص كان على فراش الموت فبكى بكاء شديدا، قال له ابنه يا أبتي إنه النبي بشرك، لماذا هذا البكاء؟ قال له يعني كنت في وقت كنت على 3 أطباق، الطبق الأول لم يكن في الأرض رجل أبغض إلي من رسول الله، وما كنت أتمنى أن أتمكن منه حتى أقتله، فلو مت على هذه الحالة لكنت من أهل النار. معناها ثم جاء وقت دخل الإسلام إلى قلبه وآمن برسول الله وأحبه حبا ما كان على وجه الأرض إنسان أحب إليه من رسول الله، قال فلو مت على هذه الحالة لكنتم أهل الجنة. ثم في مرحلة ثالثة ويعني في حيرة من أمرها. على كل الإنسان أحيانا بيكون مستحق النار، فإذا عاش 2 أو 3 سنين وتاب إلى الله توبة نصوحة يعني يقبل الله توبته. والله قال لي أخ مرة، قال لي أستاذ لا تتصور معصية بذهنك إلا مساويها إلا القتل، وتاب إلى الله وصلح دينه واستقام وصلى وجهه إلى الله عز وجل. يعني أنا بحياتي الدعوية في حالات كثيرة جدا عن أناس اقترفوا كل الكبائر ومع ذلك الله عز وجل في لحظة من اللحظات قبلهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن سيدنا سعد بن أبي وقاص أخرج المروزي عن القاسم مولى معاوية أن سعد بن أبي وقاص تمنى الموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال عليه الصلاة والسلام لا تتمنى الموت فإن كنت من أهل الجنة فالبقاء خير لك، وإن كنت من أهل النار فما يعجلك إليها. يعني أحد حالين، مؤمن أو غير مؤمن. إذا كان مؤمن كلما عشت يوما ازداد عملك الصالح، وإن كان الثاني لاحق
فما يعجلك إليها؟ وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت فإنه لا يدري ماذا قدم لنفسه. والنبي دخل على بعض أصحابه وعمه العباس يشتكي، فقال له: يا عم، لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر وتزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر وتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنين الموت. هذه بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى الإنسان عن تمني الموت، يعني هي أول قاعدة. طبعا في عنا موضوعات كثيرة عن الموت نأخذ بعضها في هذه الأسابيع، أما أول بند أو أول موضوع في هذه الموضوعات: ممنوع أن تتمنى الموت. إن كان محسن يزداد إحسانا، وإن كان مسيء لعله يتوب ولعل الله يعاتبه فيغفر له. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الموت، والموت أشد الأحداث واقعية في المستقبل. ما من حدث في المستقبل أشد لصوقا بالإنسان وأشد واقعية من الموت، والتفكير في هذا الحدث الخطير تفكير جاد واقعي مهم جدا. لنرى بماذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام. أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا، ليس الأمر منصبا على ذكر هادم اللذات، بل على الإكثار من ذكر هادم اللذات. وهذا الحديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وصيغة هذا الحديث مصدر بفعل أمر. أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وفي حديث آخر: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. إن كنت غافلا مع السعة ذكرك الموت بمغادرة الدنيا، وإن كنت في ضيق مع القلة ذكرك الموت بالآخرة فتنسى ما أنت فيه. يعني الذي أتمناه على إخوتنا الكرام: الدين كما يفهم الناس صوم وصلاة وحج وزكاة، الدين منهج تفصيلي، يعني لا أبالغ في 20-30 ألف بند. فهذه بنود الدين. الذي يكثر من ذكر الموت إنسان يطبق سنة النبي، يطبق منهج الله عز وجل. والموت يأتي فجأة، يأتي بغتة. أكثر ذكر هادم اللذات الموت. أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. السعة مع الغفلة علاجها التفكر بالموت، والضيق مع اليأس علاجه التفكر بالموت. ففي السعة يذكرك، وفي الضيق يذكرك. في السعة ينقذك من غفلتك، وفي الضيق ينقذك من يأسك الموت. يعني إذا طالب ذكر الامتحان يكون أخطأ في أثناء العام الدراسي، إذا ذكر الامتحان وزعت الأوراق، قرع الجرس، وزعت الأسئلة، المراقب واقف، والامتحان مصيري، نجاح أو رسوب. نجاح يعني نال رضا من حوله ونال بعض الميزات، ف
فإذا كان أكثر من ذكر الامتحان هل يعد هذا خطأ؟ هذا الطالب الذي نال الأولى على القطر سئل مرة بمن نلت هذه الدرجة؟ قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر ذهني ولا ساعة طوال العام الدراسي. والمؤمن الصادق المتفوق مغادرة الدنيا لا تغادر ذهنه إطلاقا، هو يعمل مو فقط يعمل، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعمل ويؤسس عمل ويدرس وينال شهادات ويؤسس عمل تجاري ويتوظف ويشتري بيت ويتزوج ويسكن، هذا لا علاقة له بالموت. الموت يحميك أن تخطئ، يمنعك من أن تعصي الله عز وجل، يمنعك من أن تأخذ ما ليس لك، الموت يمنعك من أن تقف في طريق الإيمان. الموت سور، دافع وسور يدفعك إلى الله، وسور يقيك الزلل والانحراف. لذلك فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. وعن سيدنا عمر رضي الله عنه قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي المؤمنين أكيس، يعني من أعقلهم، من أشدهم عقلا، من أرجحهم عقلا، من أذكاهم؟ سئل عليه الصلاة والسلام أي المؤمنين أكيس، قال أكثرهم للموت ذكرا. أيام الإنسان يكون برحلة يكتب كل حاجاته، ما بينسى شيء، يضع هذه الحاجات في محفظة، معه بطاقة السفر، جواز السفر، المال اللازم، أرقام الهواتف اللازمة، معه الألبسة، معه العدة التي يستعملها كل يوم، معه كتاب يقرأه، معه آلة حاسبة يحتب عليها، كتب كل الحاجات، يمضي رحلة موفقة ناعمة، كل شيء مكتوب، لأنه الاستعداد من علامات العقلاء. أخطر حدث سبحان الله أكثر الناس إن عنده أهم حدث أنه يسكن البيت، يشتري بيت، يعمر بيت، يزوج أولاده. أما أخطر حدث على الإطلاق المغادرة، هذا ما أدخله في حساباته. فلذلك لما النبي الكريم سئل أي المؤمنين أكيس، قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، أن تذكر الموت، أن تكثر ذكر الموت، وأن تكثر من الاستعداد له بالتوبة، بالوصية، بالعمل الصالح، بإنفاق المال، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بخدمة الخلق، بالإكثار من العبادة، نوافل العبادات، طلب العلم، قراءة القرآن. أعقل إنسان في مقياس النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر ذكر الموت وأكثر الاستعداد له. والترمذي من حديث شداد بن أوس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أخ كريم يعمل في عمل تكنولوجي معقد جدا وموفق جدا، فقال لي مرة معمل طلب لي في عنده مشكلة بالحاسوب الميكانيكي الآلي والحاسوب الصناعي، طلبت مبلغ من المال. فصاحب المعمل شديد فاستكثر المبلغ وبدأ يكثر من مشاحنته لتخفيض الأجرة. قال لي تكلمت كلمة خطأ،
لكن وقتها ما انتبهت لها، قال له أنا مالي بحاجة لك، أنت بحاجة إلي، عجبك هذا المبلغ. في اعتداد، في قوة تمكن. فصاحب المعمل أذعن له وقال له تفضل أصلح هذا الخلل. قال لي بكل حياتي إصلاح الخلل ساعة، نص ساعة، ثلث ربع ساعة. خبير خبرة عالية جدا ودارس في أعلى البلاد، يعني تفوق في هذا الموضوع. قال لي ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربع ساعات، خمس ساعات، من ساعات، طريق مغلق. ثاني يوم من ساعات، طريق مغلق. ثالث يوم من ساعات، طريق مغلق. أقسم لي بالله 8 أيام، يعني ما عاد يوفي معه لا 100 ضعف المبلغ. ترتيبه ربع ساعة، نص ساعة، تنتهي العملية، لكن الالتزام بإصلاح الخلل وبالوقت الالتزام. قال لي بعد 8 أيام توقفت عن العمل، قلت لي أراجع نفسي في مشكلة. يبدو توحيده جيد، فاعتذر من صاحب العمل المعمل وخلى بنفسه وحاسب نفسه. أي ذنب ارتكبته حتى سد علي باب إصلاح هذا الخلل؟ إلى أن اهتدى إلى هذه الكلمة التي قالها باعتزاز، باعتداد. قال له أنت بحاجة إلي، إن شئت فهذا هو المبلغ. فاستغفر الله عز وجل وتاب إليه ودفع صدقة تكفيرا لذنبه. قال لي والله في اليوم التاسع أو العاشر أقسم بالله بأقل من ربع ساعة انتهى الموضوع والخلل صحح. حاسب نفسك، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. فالكيس من دان، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا حال المسلمين اليوم، يتبعون أنفسهم هواها. أما في دعاء لطيف جدا، يا رب ترحمنا، يا رب تغفرنا ذنوبنا، يا رب نحن عبيد إحسان ما نحن عبيد امتحان، يا رب لا يسعنا إلا فضلك، كلام فارغ هذا، لأنه ما في استقامة ولا في انضباط ولا في نية بالتوبة. مقيم على ما هو عليه وبلسانه يسترضي الله عز وجل، والاسترضاء يكون بالعمل لا باللسان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. يعني في الغني ثواني ثواني صار خبر على الجدران، كل ممتلكاته ليست له ولا حاجاته الخاصة، له خزانة صغيرة في البيت فيها بعض الهدايا الثمينة جاءته، يؤخذ المفتاح، مركبته ما كان يعيرها لأحد تركب من بعده، بيته يسكن من بعده، امرأته قد تتزوج من بعده، أولاده بعد حين ينسونه. فالتفكر بالموت، والإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل ويصطلح معه، الموت لا يرعبه كثيرا. الإنسان يخاف الموت بقدر ذنوبه. والدليل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. علامة أن تكون مع الله في أحسن حال أنك لا تخاف الموت. علامة أنك مؤمن ولك عمل طيب أنك لا تخشى الموت. أما الظالم يكره الموت. أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم.
ومر عليه الصلاة والسلام بمجلس قد استعلاه الضحك، فهي بتلاقي جلسة بنزهة ضحك غير معقول، ضحكة درج بتلاقيها، صوت مرتفع متسلسلة، ويعني حركة وتمطي تعليقات. قال: هؤلاء لو عرفوا ما أمامهم لما ضحكوا هذا الضحك، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً. أن يعلم الإنسان أنه أمامه حساب دقيق، سؤال دقيق، أمامه جنة أو نار إلى الأبد، شيء مخيف، شيء مصيري. مر النبي عليه الصلاة والسلام بمجلس قد استعلاه الضحك. سيدنا عمر يقول: عجبت لمؤمل والموت يطلبه، مؤمل، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك من أفيه ولا يدري أساخط عنه الله أو راضي. شوف، ضاحك من أفيه ولا يدري أساخط عنه الله أو راضي. عجبت لمؤمل والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك من أفيه ولا يدري أساخط عنه الله أو راضي. مر عليه الصلاة والسلام بمجلس قد استعلاه الضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: شوبوا مجلسكم بمكدر اللذات. أكثر يعني يتجاوز 40 أو 50، في الأعم الأغلب أكثر أبناء جيله نصف تحت الأرض، صار هو قد يموت إنسان بالتسعين بالمئة وأنت بالخمسين، بيننا وبينه أمد بعيد. أما حينما يموت أقران الإنسان، من هم في سنه؟ من هم في مستواه؟ معنى أنتم السابقون ونحن اللاحقون. لذلك من دخل الأربعين دخل في أسواق الآخرة، من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. نحن في رحلة، إذا مضى ثلثاء الوقت المتبقي للاستعداد للعودة، أبدا، اذهب إلى أي مكان. الرحلة 10 أيام، بعد اليوم السابع تفكر في العودة، في قطع التذاكر، في جمع الأغراض، في شراء الهدايا، في اختيار المركبة المناسبة. بعد اليوم السابع التفكير بينعكس، كيف نعود؟ ومن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله. أنواع الموت لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، من موت بلا سبب إطلاقاً إطلاقاً إلى مرض يدوم 30 سنة 40 سنة، طريح الفراش، يعني بأعلى درجات القوة بموت. اليوم ذكرت مثل في جامعة الطاووسية لقى يعني وقعا حسنا. تصورنا سباق سيارات، طريق عريض 10 مسارب، وفي 1000 سيارة للسباق، منوعة، أنواع منوعة، من أكبر الحجوم إلى أصغر الحجوم، من أغلى الماركات إلى أرخص الماركات، من أقوى المحركات إلى أضعف المحركات. كل هذه السيارات 1000 تتسابق. هذا الطريق العريض اللي فيه 10 مسارب هكذا ينتهي بجدار 50 متر، فالسيارة الأولى نزلت، الثانية نزلت، الثالثة نزلت، الضعيفة نزلت، الغالية نزلت، الرخيصة نزلت، آخر وحدة نزلت، أغلى وحدة نزلت، أقوى وحدة نزلت، أجمل وحدة نزلت. هذا مع السباق. هذا سباق الدنيا يا أخوة. الغني بيموت، الفقير بيموت،
القوي بيموت، الضعيف بيموت، الذكي بيموت، الأحمق بيموت، المؤمن بيموت، الكافر بيموت، كله بيموت. قالت له خايف يموت للطبيب. قالت طبعا بدك تموتي وأنا بدي موت معك، طبعا بدك تموتي. قال له واحد للطبيب، قال له يعني نسبة نجاح العملية كم؟ قال له 180%. قال له كيف يعني؟ قال له إذا أجروها 10 أشخاص بيموتوا 2. قال له لا ما بدي. قال له أنا بدي 100%. قال له إذا كان كل عملية 100%، شلون الناس بيموتوا لك؟ شلون بيموتوا لك؟ في أحيانا لأتفه سبب عملية لوزات يموت منها الإنسان. يعني في كان إنسان بمنصب رفيع جدا، كل أطباء النسائية تحت يده، يعني موظفين عنده كل الأطباء، وله زوجة وأول ولد. فبقي شهر يبحث عن أشطر طبيب، بده الطبيب الفهمان اللي عنده خبرة متراكمة، عنده شهادة عالية، له سمعة طيبة، أخلاقه عالية. استقر رأيه على أحد الأطباء، فكانت منيتها على يده أثناء الولادة. وأحيان بدوية يأتيها المخاض وهي في الطريق، وتلد وتقطع الخلاص بحجرين، كمل ماشي. فالموت عجيب. في 15 يعني أسرة أعرفها، أول ابن ب22، ثاني ب23، شابين في الأسرة وحيدين، توفيا في هذه بحادثين سير. كل إنسان له منية، فهو الأعقل شيء بالإنسان يستعد لهذا الحدث الذي لا بد منه. أبدا لما النبي رأى هذا المجلس قد استعلاه الضحك، قال شوبوا مجلسكم بمكدر اللذات. قالوا يا رسول الله وما مكدر اللذات؟ قال الموت. دخل الموت في الحسابات. يعني مرة ذهبت إلى بيروت، لفت نظري محل تجاري، أغرب محل رأيته في حياتي، لوازم الموتى، ما في ولا زبون عنده لوازم الموتى. يبدو طبعا الكنائس والمساجد اللي يتعاملون مع تكفين الميت يذهبون إلى هناك ليشتروا الحاجات. فالإنسان بده بضاعة يستعملها وهو حي. وحدثنا شيخ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال أكثر ذكر الموت يسليك عما سواه. إذا الإنسان يعني هو العوام لهم كلمات إلى معنى عميق، إذا ضاقت عليكم الصدور عليكم بزيارة القبور. أنا أنصح الأخوان بأن يزور مستشفى ومقبرة، يرجع مرتاح. يعني كل مريض له وضع لا يحتمل، أنت معافى. والمقبرة ما في واحد مات ما عنده قوائم أعمال، مات وما خلصها كلها. ما في إنسان مات إلا بدفتره فيه جدول أعمال. في إنسان عنده 20 نقطة، 30 نقطة، 100 نقطة، 200 نقطة، عم بيخطط ويشتغل، وجاء الموت قبل إنجاز هذا كله. قال والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آنس من أصحابه غفلة نادى فيهم بصوت رفيع أتتكم المنية راتبة لازمة إما شقاوة وإما سعادة. وأنا أقول لكم إذا الإنسان نفسه تعبير الدارج حرنت عليه، تعلقت بالدنيا، أبت أن تنصاع لأمر الله، الموت أفضل علاج لها. أبدا. مرة لي صديق توفي بحادث، هيك أحببت أن أراه في المستشفى بالبراد. يعني لي صديق طبيب، قلت له بدي أشوفه. انفتح الباب، رفوف رفوف صواني ستانلس كلهم عبا، أشخاص من لباسهم أغنياء وفقراء وأصحاب أعمال حرة وأصحاب
كله بضاعة صار. مرة في طريقي إلى المغرب في الطائرة في تونس في انتظار ساعة في المطار، أنا جالس على النافذة، أنا من طرف البضاعة يعني في باب للبضاعة، فالبضاعة نازلة كلها، ثم فوجئت بنعش بضاعة والأوراق والأوراق تخليص، كان شخص صار بضاعة. سأيام بروح راكب جالس على مقعد يرجع شحن والأوراق يخلص كما تخلص البضاعة أبدا. فكان إذا أنس من أصحابه غفلة نادى فيهم بصوت رفيع: أتتكم المنية راتبة لازمة إما شقاوة وإما سعادة. والله أعرف رجل، أنا ما رأيته بس سمعت عنه، يعني على مستوى من الأناقة والذوق ما يفوق حد الخيال. دخلت إلى بيته بعد وفاته، بيكون ابنه صديقي، شيء لا يوصف، التزيينات، الأجنحة الشرقية، الأجنحة الغربية، اللوحات، الفازات، كل فاز ارتفاعه 3 أمتار بالملايين حقه، بيت أدواته من أعلى مستوى، هو بيبيع تحف. نعم، يعني توفي في أيام مطيرة جدا، فلما أخذ ليدفن القبر مفتوح عليه سياقات ماشي المي السودا فيه، بيقول لي مدير معمله، بيقول لي أنا أسبوع ما أكلت، وين حطوا معلمي؟ هالأنيق المهفف النظايفي المزوي يلي أدواته بتلفت النظر، أساس بيته، حاجاته الشخصية، فرش بيته، قبر في مياه سوداء. سألوا ابنه أنا حطوه شو بدنا نسوي؟ ولي معمر فيلا أنا شاهدتها سنة 1974 بحلب، مكلفة 1974 35 مليون، قال فيها رخام أونيكس ب5 ملايين، طبعا المهندسين كلهم أجانب سووها، يعني قطعة من عجائب الدنيا هذه الفيلا، مات صاحبها في 42، وهو طويل القامة، وكان الأبر لحكمة أرادها الله قصير الأبر، فلما حطوا ما كفى، شو بيساوي؟ إجا الحفار دفعوا بصدره أنقر راسه هيك، خلاص حاجة. الواحد في بحياته كم حفار بحياته؟ إذا كان طبعاً منعم في عنده حفار غرفة النوم، بده حفرة ناعمة مظللة معتقة، وآخر حفار بحياته حفار القبر، في حفار غرفة النوم وفي حفار القبر، آخر واحد تبع القبر. نعم والله، مرة دفننا إنسان يعني أخ كريم لكن بعرفه أنيق جدا، حطوا البلاطة فرقة شيء 4 سنتي، لما جابوا الاطراب بالمجرفة نزل فوق شيء كيلين تراب يمكن أو أكثر، دفعوا التراب في فتحة كبيرة، ما انتبه الحفار حط البلاطة زاحلة، فلما جرف التراب نزل التراب فوقه، كلنا ولا واحد بينفد بالنهاية ولا واحد. وهذا من باب يعني الحقيقة الثابتة، بعد هنقول 100 سنة الله يطول أعماركم كلكم ويمتعكم بصحتكم وبأولادكم وبأهلكم ويرزقكم عمل صالح، بس بالنهاية بنموت كلياتنا، بعد 100 سنة من هلا حتلاقوا حدا منا قاعد هون؟ ولا واحد، ولا واحد، كلنا تحت أطباق الثرى مرهونون بأعمالنا. ولما الإنسان بيموت، أنا في مرة والله لا أنسى هذا الموقف أذكره لكم الآن، يعني أخ من أخواننا أو كنت مرة في مكان صار هيك حديث ديني، فشخص أعجب به الحديث دعانا إلى سهرة، عملنا كل أسبوع عند واحد سهرة لطيفة. هذا الرجل منعم تاجر كبير عنده معامل أيضا، يعني فعلا ببيته في أناقة غير معقولة، مزوي كثير، طبعا موضوع طويل ما بيهمنا،
بهمنا أنه أحد الأيام خرج من معمله إلى البيت نسي أين بيته، قال له ابن تذكر بيت ابنه، وصل إلى ابنه قال له بابا وين بيتي أنا، صار معه فقد ذاكرة جزئي. بعد حين خبرني ابنه قال لي بابا الوالد توفى. ما ذهبت إلى هناك؟ قال له شيخ هو من علماء الشام الكبار المحترمين، طبعا تقدم شيخه ليلقي كلمة قبل أن يصلى عليه، توقعت في كلمة ربع ساعة ثلث ساعة. قال إخواننا الكرام أخوكم أبو فلان ترحموا عليه، كان مؤذن ترحموا عليه. يلا خلاص، أنا اتصورت بيته بنحكى عنه ساعة، بيته معمله بنحكى عنه ساعتين، رحلاته، أناقة فرشه، أزواقه بالطعام، ما بينحكى عند الموت الشيء أبدا، ما بينحكى إلا عمل صالح. قلت الإنسان يعمل عمل ينحكى عنه دقيقة بعد موته، دقيقة 60 ثانية، ما الكلمة ما استغرقت 10 ثواني. كان أخوكم أبو فلان مؤذن ترحموا عليه، كان صوته حسن، هو كان كل ما أجى لهون قال له أذن، قال أنا خليه أذن عوض المؤذن الأساسي. هي الحياة، نوع بيتك يا ربي عملت جبصين بياخذ العقل، احكي يا شوفي بالقبر عامل جبصين حلو كثير، ما بتنحكى بالقبر. هاي عندي كانت 3 سيارات، واحدة للسفر وازنة، واحدة للمدينة خفيفة مشان صفها وين ما كان، واحدة للمعمل، بتنحكى بالقبر هاي؟ عندي أرصدة، عندي أموال منقولة وغير منقولة، أنا عامل كذا مساوي كذا، عامل معمل 3 خطوط 5 خطوط، تفضل احكيها شو. لا يسمح لك أن تقول إلا العمل الصالح، إلا العمل الصالح. إذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أحس من الناس بغفلة جاء فأخذ بعضادة الباب ثم هتف 3: يا أيها الناس، يا أهل الإسلام، أتتكم المنية راتبة لازمة، جاء الموت بما جاء به، جاء بالروح والراحة والكثرة المباركة لأولياء الرحمن من أهل الخلود الذين كان سعيهم ورغبتهم فيها، ألا وإن لكل ساع غاية وغاية كل ساع الموت سابق ومسبوق. النبي الكريم يقول عليه أتم الصلاة والتسليم: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. أنا أكثر شيء بيألمني أن الناس أحيانا يمشون في الجنازة، مرة مشيت في جنازة أكثر شيء ألمني 2 جنبي العقد الفلاني والصفقة الفلانية وفلان خصم علي بدي أخصم عليه، لك قدامك الميت ماشي من مكان الخروج إلى المقبرة بموضوع الحسابات والخصومات والتجارات والصفقات أبدا. يقول سيدنا سعد: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة: ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. طبعا في طرفة واحد سأل فقيه، قال له يعني كيف، أين أمشي وأنا أشيع الجنازة، يعني أمشي أمامها سنة أمامها أم خلفها أم عن يمينها أم عن يسارها؟ فقال هذا الفقيه مداعبا: لا تكن في النعش وسر أينما شئت، لا تكن في النعش وسر أينما شئت. وإذا واحد مات البقية معهم بحبوحة، أفتح لهم في أجلهم، يعني أنت حينما تستيقظ يعني سمح الله لك أن تعيش يوما جديدا. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. مرة زرت كلية الطب، كانت كليتنا جنب كلية الطب، يعني بدافع الفضول بدنا نشوف المكان اللي فيه الأموات بعد التشريح.
والله الآذن اللي هون مصنع عالي مملوء بمادة معينة في شيء 20-30 جثة ضمن المحلول، طبعا ظهر إيد من هون، رجل من هون، رأس من هون، إنه مغطين بمحلول. بس لفت نظري عصاية فيها شنغن، هي ليش؟ قال لي مشان نسحب واحد شنغن، عصاية طويلة فيها شنغن مثل كياس الطحين، بعمل هيك بيجيب حنك وبيسحبه بيحطه بشرحه. كان زلمة، هذا كان شخص، كان له بيت، له أولاد، له زوجة، كان يخوف أحيانا أو كان جميل الصورة، كان له أكلات خاصة يحبها، له جلسة حلوة، يعمل له 20-30 سيران بزمانه. وين نصف له السيارين؟ بالشنغال سحبه طلع. هي مشاهد الموت مفيدة جدا يا أخوان، مفيدة جدا. يعني أنا بذكر لو كان جنازة لا تعرف من صاحبها اتبعها، لما يفتحوا النعش بيحملوا هالميت والتفت الساق بالساق، بيدخلوا بالقبر بيحطوا البلاطة، خلاص هذا مصير كل واحد. مرة حضرت تغسيل ميت، المغسل بعد ما انتهى وكفنه جاب قماشي يعني قطعها بسنانه صارت سريدة طويلة، نزلها بالمي عشان تمسك، ولف رجلي شد شدي وعقدها. الإنسان أيام بيعقد عقدة مشان تنفك معه، تعمل لها شريط، تعمل لها مثل وردة، بس كان العقدة مو ناوي يفكها بدون وردة بيعملها، أول عقدة والثانية وشد فيك. هي والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. 35 سنة ما صلى فرض صلاة ولا حج ولا اعتمر. واحد ترك 3,000,000,000. 35 سنة ما حج ولا اعتمر ولا صلى، وكان في بلاد الحجاز مقيم هناك في جدة، وافته المنية. إذا الإنسان ماشي بلا هدف أحمق، يلي بيجمعه بحياته كلها يأخذه الموت في ثانية واحدة، ثانية أبدا. قال في سلطان غاشم ظلوم، يعني حب ينتقم من مثل الشيخ النجارين يعني، فطلب منه شيء يفوق فوق طاقته، بده 100 كيس إنخالة أو إنشارة، ما بتجمعه معه ولا بسنتين، 100 كيس أو بيقتله. هذا فهم مقتول، عمل وصية ودع أولاده، فتمت وقع الفجر طرق الباب، قال اجوا بوس أولاده. شو قال؟ تعال الملك مات بتعمل له نعش. سبحان من قهر عباده بالموت. يعني الإنسان ما بيعرف إمتى بيموت، شلون بيموت. في شخص غادر، راح بمهمة إلى أمريكا، مهمة رسمية، بالمطار على كرسي بالمطار فرق الحياة. يعني سافر 20 ساعة بالجو ليموت بمطار واشنطن. خاطب واحدة طبعا تارك أموال طائلة، بس ما صار عقد، خاطبها خطبة، هي اتمنت وكان مكتوب الكتاب كان طلع لها مبالغ طائلة، ما صار الأمر. قيل يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال نعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة وقال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا قال أكثركم للموت ذكرا وأحسنكم له استعدادا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أكثركم للموت ذكرا وأحسنكم له استعدادا وأشدكم خوفا وحذرا. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام
قال: يا رسول الله، ما لي لا أحب الموت؟ قال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: قدمه أمامك، فإن قلب المؤمن مع ماله، إن قدمه أحب أن يلحق به، وإن أخره أحب أن يتأخر معه. يعني إذا إنسان ببلد يائس من بلد، في بلد متخلف يائس منه، فباع البيت حوله، باع السيارة حوله، باع المعمل حوله، أخلى شيء. بعد ما حول كل أملاكه، قدم جواز سفر أخده، فيزا أخده، مغادرة خروج أخده، إجا على المطار أخذ صعود، طلع على الطيارة. أنا بعتقد لهالإنسان بالذات بهالصفات هي أسعد لحظات حياته حينما ركب سلم الطائرة، خلاص، لأنه قدم ماله أمامه. وكذلك المؤمن قدم ماله أمامه فسره اللحاق به، واللي خلف وراءه آلمه فراقه. قال: فإن قلب المؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحق به، وإن أخره أحب أن يتأخر معه. وكان عليه الصلاة والسلام، كان أبو الدرداء رضي الله عنه قال: كفى بالموت واعظا، وكفى بالدهر مفرقا، اليوم في الدور وغدا في القبور. شوف البيت، غرفتك أربعة بثلاثة، ثلاثة ونصف سقف دهنة، في تريا، في هاتف، في مقعد وسير، في سرير مريح، غرفة الطعام مثلا، غرفة الضيوف، مطبخ، حمام. هالمئة متر حيصفوا 65 سنتي ب180، هي لا في دهان ولا في رخام ولا في سيراميك ولا في ألمنيوم ولا في برونز، أفشي على الأرض أبدا. اليوم في الدور وغدا في القبور، لذلك وسيشيع إلى مسواه الأخير. وما أكثر عبد ذكر الموت إلا ترك الفرح والحسد، ترك الفرح والحسد. ومن أكثر ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. وكفى بالموت مزهدا في الدنيا مرغما في الآخرة. وقال النبي الكريم لأحد أصحابه: استعد للموت قبل الموت، استعد للموت قبل الموت. يعني مرة قرأت كلمة في فاس في المغرب، في منطقة إسلامية وشوارع ضيقة وفي مسجد مشهور كثير، نعم، مكتوب على بعض المحلات: صلي قبل أن يصلى عليك، صلي قبل أن يصلى عليك. بعض العلماء يقول: ما أحد ينزل الموت حق، ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عبد عد غدا ليس من أجله. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وراج غدا لا يبلغه. إنك لو ترى الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره. وقال بعض العلماء: انظر الذي تحب أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وانظر الذي تكره أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم واخرج عنه، وكل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. الحمد لله رب العالمين،